انت ما قابلت السلمى قبل كده؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة نور انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقر، ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغلي زي ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر بقى. والله ابدا انا مفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. والله يعني اسكت يا عم، انا مش يعني مش قصدي والله، بس لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح له عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، يعني زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. اوضاع يعني زي هبه هضب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. على رايك والله انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه ادويه. طبعا ما هو الجواز كده بيعمل فكره. طبعا ليس بقى على فكره كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول، اولهم انت يا سيف. انا لا سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب هون عليكي وانا عندي بابا في عينيا كده تكهربيني. تسلم ايد اللي ضربك. لا ما ده مش ضرب، ده تحرش. بس بقى اتلم. الله ما هي اللي بتقول عايزه تهربني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابو العز ايوه بس سلم تليفون يا ابو العز تليفون. يلا يلا صابر باشا صاحبنا بيعمل مكالمه اهو. الحم الحته دي واستناني. وريني يا سيدي. حسن معالك حاول المكالمه. تمام يلا بسرعه. هلين ابو جعفر. الله يساعدك، شلونك قلبي؟ بخير الله يسلمك، بشرني عنك. يا بابا بقول لك ابو العروسه يسال جهزت العرس لو لا؟ لو كل شيء ما سويته بعدكم. هينا قاعدين بنحضر بالعرس. بس صراحة ما حددناش موعد بس ان شاء الله عن قريب. وانت اكيد راح تكون اول المعازيم. زين اقول لك لسه شوية. احنا محضرين ان شاء الله 600 الف على هذا. انت بقى يا ابو نصار ما انت. معقول. مهر الصغيرة 500 الف دولار. والكبيرة بس 600 الف دولار. تمام يا فندم. هيا مدحت. تمام سعد حددنا المكان. حلو يا معلم. ابعت عماد يعمل استطلاع وتطلع على المكتب انت. انا الموضوع كله قدامي. حاضر. على طول ابلغ سيادتك فندم. محبين. حاضر فندم. حاضر. اتفضل معلي. نعم. احنا وصلنا لمكان الخلايا. يلا حبيبي شدوا الهمه وانا ما ناسيكم ان شاء الله. الله معك. شكلهم ناويين على عمليه كبيره قوي خلال يومين او ثلاثه بالكثير. يعني لازم نحط خطه ونقتحم بكره او بعده. بس هنلحق نجمع معلومات؟ ان شاء الله ما عليك. انا بعت ماديه من الاستطلاع، يعني ان شاء الله خلال ساعتين او ثلاثه بالكثير هيكون عندنا المعلومات الكافيه. انتوا عندكم ايه النهارده؟ يا حبيبتي انا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون انا وليو. شغل ايه الساعه 2؟ هو في حراميه الساعه 2؟ زمانهم نام. طب ما تكلميه هو على التليفون. ما هو سايب تليفونه هنا. سايب تليفونه. سيف ما تهزرش، بطل بقى، قولي وراكوا ايه النهارده؟ ما بهزرش والله. يالله يعني اقول لك ايه بس؟ واحد نازل من بيته في فصاص الليالي هيكون نازل يعمل ايه يعني؟ رايح يجيب عيش فينه؟ ما يا اما بيخونك يا اما متجوز عليكي. بطل هزار يا سيف بقى. ماشي يا نوح، ماشي يا نوح، خلاص خلاص اهو معاك اهو، اتصرفي معايا بقى، ثانية واحدة بس بينشف ظهره. ايه عشوائي. يلا اب اب. ايه يا نوح. جو اب. جود بوي. جود بوي. ايه الفكره طيب يا نهى ان انا اصحيكي او اسيبك نايمه؟ هتفرق؟ اقعد يا ابني اترزع بقى يا عم. الشطل على نهى. ما فعلا انا نسيته، مش عارف بقى اعمل ايه. طيب يا رب نروح الشغل النهارده. اقفل بابك بس. اهو اتفضل، هو ده اللي معطلك. هات بقى محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. معلش يا نهى عشان البنات بس بردت شويه. يلا باي. بقولك يا زوز. ايه؟ عملت ايه في موضوع الخطوبه؟ والله البنت عايزين احلى الشنب. احلى الشنب؟ شكلك يا ولد في كف يا زوز والشنب في كف. مضايقكوا في ايه الشنب؟ عايز افهم انا. خلي الشنب ما تشيلوش. الراجل بيخش يصدر اقتحامي، يثبت الناس بالشنب يخوفهم، نخش احنا نلم وراه ونروح بسرعه يا عم سيف. على قدر الله وجرروا حاجه يبقى احلى البنت ومام النوم الشنب ده. انا كده كده احلاه له بالليل. والله لو بتعرفه. حلاوتك يا زوز. معلومات الأمن الوطني بتأكد إن في عناصر تكفيرية موجودين في المكان ده. عددهم ما يزيدش عن 10 12 فرد.
لكن العيال دي مدربين كويس، بيعرفوا يستخدموا السلاح كويس قوي. عندنا معلومات شبه مؤكده ان المكان متخزن فيه كميات كبيره جدا من المتفجرات تم اعدادها لتنفيذ عمليات داخل البلد. لا يا باشا، بعد اذنك عليك انا باكد للدهوات ان في كميه كبيره جدا فعلا من المفرقعات، وفي احتماليه كمان ان المكان يكون متشرك بعبوه او اتنين. دلوقتي هنشرح تفصيليا المكان اللي احنا هنقتحمه عشان نبقى عارفين خط سيرنا هيبقى ماشي ازاي. جماعه كف للشمال دور عايزه بقى رجال واقف ثابت. اتفضلوا يا رجاله خطوة عليكم شباب. مساء الفل يا رجال. مساء الخير يا رجاله. مساء الخير. جاهزين ولا ايه؟ جاهزين يا رجاله. ثابت ماموريه جاهزه يا فندم. توفيق يا رجاله ان شاء الله. ركب ماموريه سيف. بتقلي بس عشان خاطر المهمة شكلها صعبة. لا 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 حاتم قول اتأخرنا ما اتأخرناش، الغدا كده كده إن شاء الله بكرة عليك. يا عم ما تسيحش، ما قلت لك أنا وأنت بس. يا عم ما تسيحش يا عم، القطاع كله عارف. طالما القطاع كله عارف يبقى إن شاء الله كلنا في إسماعيلية بكرة. زي الفل يا كبير.